بسم الله. الدرس العاشر لكسيون سين لانن زي دويتش، تعلموا ولا هل تتعلمون الألمانية؟ يا ناين فراغ. الأسئلة باليا وال ناين. فلدينا المثال كومت أوس برلين، هو يأتي من ألمانيا. نركز نومن أو زوبيكت فاعل، كومت الفاعل، أوس برلين من برلين سائر الجملة يعني أو باقي الجملة. عندما نسأل نقدم الفعل، عندما نقدم الفعل تكون الإجابة يا أودا ناين. بالعكس الفو مثلا أو الأسئلة مع الدوبل ولا مع الفي في فخار. فكومت إير أوس برلين، هل يأتي من ألمانيا؟ فتكون الإجابة يا ناين، وبعدين نضيف الجملة الكاملة. أوس زاغزات الجملة كومت أوس برلين، هو يأتي من ألمانيا. يا ناين فراغة، فنقدم الكومت ونؤخر أو نجعلها في المكان الثاني، كومت أوس برلين، ونركز حتى على النبرة يعني عندما نقرأ، يعني نركز حتى على الصوت. أوس برلين الصوت ينزل، كومت أوس برلين في السؤال يرتفع، كومت أوس برلين. Antworten auf Ja, Nein Fragen. الإجابات على ال Ja وال Nein. Kommen Sie heute? هل تأتون اليوم؟ حضرتكم يعني. Ja, ich komme heute Nachmittag. نعم، أنا آتي اليوم عصرا. Nein, ich kann heute nicht. لا، أنا اليوم لا أستطيع. طيب، Kommen Sie heute nicht? ألا تأتون اليوم؟ هنا نركز أن الأولى كانت إيجابية، أما الثانية سلبية، لأن النشت موجودة. فالإجابة بدلا من اليا، يعني المعنى سيكون نفس الشيء، يعني حتى الفلسفة نفهمها المعنى كأننا نقول يا إيش كوم هويت نهمتا، لكن بما أن النشت موجودة حتى في العربي، ألا تأتي اليوم؟ أقول بلى. فالبلا هذه دوخ، دوخ ايش كوم هايت نهمتك، بلا انا اتي اليوم عصرا. طيب لا اتي، فماذا اقول؟ ناين ايش كان هايت نشت، لا انا اليوم لا استطيع. هوفليشه بيتن الطلب المحترم، كنتن زي مير بيتن هيلفن. الكنتن للاحترام، Könnten Sie mir bitte helfen? Oder würden Sie bitte das Fenster öffnen? يعني هنا أيضا ممكن نقول würden Sie mir bitte helfen? Könnten Sie bitte das Fenster öffnen? Also könnten und würden نفس المعنى تقريبا. فهذا هو الشرح لهذه القاعدة. أي أحد لديه سؤال؟ ناين سأعد من خمسة.